طبعا السعادة من الصعب أن نعرفها، صعب جدا، لكن أيها الإخوة أن كل منا يدركها إدراكا جمليا، إدراكا عاما، ولذلك حين يفتقدها يستطيع أن يؤكد أنه ليس سعيدا. لكن كيف يكون سعيدا؟ قد يجهل هذا، لكن هو يدرك أنه ليس سعيدا، يبحث عن شيء ما يدركه إدراكا عاما جمليا أيها الإخوة. وهذا المطلب أيها الإخوة ليس مطلبا ترفيا وفضوليا وزائدا، هو مطلب أساسي في الفلسفة الإغريقية، في الفلسفة اليونانية، وبالذات عند أرسطو، جوهر الحياة، الخير الأسمى. الخير الأسمى لدى أرسطو هو السعادة، وزعم أرسطو بذكائه منقطع النظير أن كل الكائنات البشرية الإنسانية إنما تسعى في النهاية إلى السعادة، فمنهم من يخفق أكثرهم يخفق، ومنهم من ينجح، حتى الذي يسعى إلى السيطرة والقوة والسلطة أيها الإخوة، ويتوسل البطش والقسوة والرعونة والهمجية والوحشية، هو في حقيقة يسعى إلى السعادة، لكن لم يصب وسيلتها ولا نهج طريقها. هذا الطريق مختلف تماماً، تؤدي إلى الشقاوة، لكن هو يريد السعادة عبر هذه الأشياء ولا يفلح. نابليون كان يبحث عن السعادة عبر كل هذا التوسع الإمبراطوري والغزوات أيها الإخوة، ونيران الحروب التي أذكاها، كان مسعر حرب لكنه في النهاية قال مبتئساً: لم أذق طعم السعادة ساعة، لم أجربها قال ساعة في حياتي. إذن كان شقياً، وكل ما فعله يبدو أنه كما زعم أرسطو وجادل كان بحثاً عن السعادة بوسيلة أو بأخرى بمعنى أو بآخر، لكنه أخفق. نعم أخفق، لذلك هذه فلسفة صعبة، هذا مسألة صعبة ومعقدة جداً، أفاض فيها الفلاسفة والمفكرون والأدباء والشعراء والأديان الوحيانية والأديان حتى الوعظية. علم النفس الآن، هناك علم كامل الآن اسمه علم السعادة، اسمه علم السعادة الجديد، New Science of Happiness، علم جديد أيها الإخوة ومثير، كتبت فيه دراسات وأبحاث إمبريقية أو تجريبية من أروع ما يكون، سأحدثكم بطرف منها إن شاء الله تبارك وتعالى. أرسطو زعم أن الخير الأسمى الذي تسعى إليه الكائنات البشرية هو السعادة، طبعاً وعنوان لها بعنوان مشهور جداً في الأبحاث الأخلاقية والفلسفية أيها الإخوة، يودايمونيا مختلف كثيراً في ترجمتها. ما معنى يودايمونيا بالإغريقية؟ لكن تعني الحياة الطيبة، بمعنى آخر الحياة السعيدة، الحياة السعيدة. ويليام جيمس مؤسس علم النفس التجريبي في أمريكا وأحد أعمدة البراجماتية الثلاثة يقول أيها الإخوة إن جوهر الدين كل دين، وجوهر الأخلاق كل أخلاق أيها الإخوة أساس الدين أساس الأخلاق، يقوم ويتقوم بكيف ننظر ونتعاطى مع الأحداث والوجود والحياة من أي زاوية. هذا ما له علاقة بموضوعنا